وبعد ما خلصنا على كاساندرا وبيلا ودانييلا بنات ليدي ديمتريسكو في القلعة ديمتريسكو، طبعا هي تستشيط غضبا حاليا وماشي عمالة تسب وتلعن وعمالة تقول لما تشوفني هتنفخني وبتاع، وعمالة تلف في القصر بتاعها زي المجنونة، وانا كل شوية بقى اجري استخبى منها جوه اوضة الدوك، وشكلنا بقى صعب جدا يا جماعة. طبعا في اثناء لعب الفيديو في الفيديوهات اللي فاتت كانت واجهتني تلات الغاز ما عرفتش احلهم ساعتها بصراحة، لقيت بضاخد مني وقت طويل لان اقعد بقى ادور عليهم كده. فطبعا عملت ابحاثي وبعد التفحيص وتمحيص توصلت لحل هذه الالغاز، وده اللي انا هعمله في فيديو النهارده مع طبعا التختيم. يعني لو انتوا عايزين تعرفوا حل الالغاز الى جانب طرق القصه فمهم جدا انك تتابعوا الفيديو دوت يا جماعه. معاكم احمد باكب قاطف الرجني ومزيد من ريزنت ايفل فيليج، ونكمل مع بعض مسيره ايثان وبحث عن روز، وهيا بينا نلعب. ولكن قبل ما نبدا، لو انت حابب تدعمني في القناه ما تنساش تنزل تشترك في القناه قبل ما نبدا الفيديو، وتعمل لايك للفيديو، وتعمل طبعا تعليقات يا جماعه بتاعتكم مهمه جدا بتفرق معايا كتير وبتساعد ان الفيديو اللي هو ينتشر. وهيا بينا نلعب. وبنوه عن الجيف اوي كمان قبل ما نلعب على طول، لو لقيت كلمه يو 1 في مكان عشوائي داخل فيديوهاتي لحد يوم وقفه عيد ان شاء الله بتظهر لمده 3 ثواني بتختفي تاني، او اول حد يشوف الكلمه ديت ينزل بسرعه في التعليقات يكتب اللي هو شافها في الدقيقه فين في الدقيقه والثانيه، وكان بقى وسيله تواصل وكده. مبروك عليه، فاز بجائزة بقيمة $10 مقدمة قناة فرجني بمناسبة شهر رمضان الكريم، وكل عام وانتم بخير. وهيا بنا نلعب. انا فين؟ دلوقتي يا جماعة اقول لكم عندنا التلات الغاز بتوعنا كالتالي. اول لغز اللي هي هذه قلعة. طبعا هذه قلعة عشان انت تحل اللغز بتاعها اولا انت محتاج تروح في الدور الطابق الثاني طابق 2. طبعا لما بنخش على المنيو الرئيسيه هنا هتبص هتلاقي في الطابق ده، احنا دلوقتي دي الليفل الارضي بتاعنا في الفناء هنا، بتخشوا في الناحيه الشمال عند قاعه الاوبرا تطلع الطابق الثاني. الطابق الثاني بتلاقي فيه القاعه الرئيسيه اللي فيها البيانو هنا تحت في الكوريدور ده، في الحته دي بالظبط، الحته دي بتلاقي في الكورنر هنا في كوليكتبل بتاخده، بيجي لك حاجه كده مدوره زي كره صغيره اوبيليا، البيه دي لما بتاخدها تيجي تحطها هنا بس، وتفضل بقى تمايل للقلعه كده لحد ما توقع الكوره دي في مكان ما. شايفين يا جماعه يعني هننزل دلوقتي، تابعوا معايا كده. ايوه بالراحه بقى في الحته دي كده، بالراحه بالراحه ما تقعش. شايفين يا جماعه شايفين في ورا الجسر اللي بيلعب ده في مبنيين صغيرين، في مبنى عليه علم احمر ومبنى منور من تحت كده ومبنى مش منور. المبنى المنور ده المفروض نوصل الكوره هنا، بس انت عشان توصلها في تقريبا فتحتين كده المفروض تتجنب انك تقع الكوره فيهم، فبالراحه كده واحده واحده بتميل كده لحد ما توصلها ل ايوه هنا، تقع هنا تقع هنا هنا ايوه هنا هنا. Get the ball rolling. خدنا الجمجمه القرمزيه يا جماعه، وده كان اول لغز. طبعا عندنا اللغز الثاني، اللغز الثاني بتاعنا اللي هو ازاي نحصل على الماسك بتاع ماسك اوف جوي اللي موجود في جنب غرفه النوم اللي في الدور اللي فوق. ده كان مشكلته ان انا ما باخده او ما بطلعه من مكانه بيقوم الباب مقفول عليا ما اعرفش اخرج من هناك، دي برضو هنحلها دلوقتي مع بعض في الفيديو ده. وفي عندنا اللغز الثالث اللي هو تضرب الخمس اجراس الموجودين في المرسم. هذا المرسم فين؟ المرسم قاع لا في الدور اللي فوق طابق 2 في المرسم ده عند عند التعجب دي يا جماعه، في هنا 5 بيلز او خمس اجراس المفروض نضربهم، تلاقيهم تضربهم عشان تاخد برضو تفتح مكان سري تعرف تخش تخلص منه حاجه. انا مش عارف اللي هيحصل بعديها بس انا هروح هناك دلوقتي مع بعض هنشوف في هذا الفيديو يعني. وبعد كده في الاخر بقى بنلم كل الماسكات اللي فاضله، فاضل كده فاضل لنا ماسك، احنا واخدين اقنعه الملائكه الاربعه عندنا 2 من 4، فاضل بس ده اللي احنا ناخده، وفاضل واحد رابع لسه هنشوف مع بعض هو فين دلوقتي. ويلا بينا ننطلق. طبعا ليدي ديمتريسكو عماله تلف في القصر، انا اول مكان هروح دلوقتي هروح عند المرسم اللي فوق الطابق اللي فوق، نطلع من هنا نطلع الماسك. طبعا ليدي ديمتريسكو موجوده في القصر عماله تلف وتدور، انا عايز اطلع من الحته من عند الفناء. انا عارف انك هنا، انا عارف بتدور عليا. المزيكا بتقلب كده تبقى هي في الجوار على طول.
هما دول طبعا مش بيخلصوا هنا خالص، انا كل ما اموتهم بيطلعوا تاني. المرسم كان هنا يا جماعه تقريبا. ايوه نخش المرسم الاول. طيب احنا عندنا دلوقتي وصلنا للمرسم، في عندنا 5 اجراس المفروض نضربهم. اول جرس ده انا ضربناه خلاص، تديله طلقه في دماغه كده بينور من فوق. تاني جرس ده، وبعدين في تقريبا جرسين هنا. ايوه هو ده، وفي تقريبا جرس هنا شايفينه يا جماعه كده. ضربت 4. في واحد بقى هنا فوق النجفة دي. في حاجة حصلت. أيوة، لقد فتح مكان سري. أوكي، انا محتاج بوليتس يا جماعه، انا معايا 7 رصاصات بس، مش هينفع الكلام ده. و4 هنا يعني. انا لغايه دلوقتي برضه يا جماعه مش مصدق ازاي هو ايده اتخلعت وركبها تاني، يعني مش قادر اقتنع بهذا الموضوع. اديله. مفيش حاجه هنا. اوكي. يا اختي لا لا مش عارف، كنت افتكرته هيقع. المعزة دي انا شفتها في الغرفة بتاعة ماسك اوف جوي، وتاني مرة اشوفها هنا. ايه الشيء ده؟ اوكي عشب. ناخد خريطة. خريطة بتقول كيتشن، انا مشفتهاش دي. تعال نشوف الخريطة بتاعت كنز. تريجر كيتشن، تريجر كيتشن. هل انا وصلت هذا المكان؟ ايه الكلمه اللي جنب كده؟ دانجيون. دانجيون يعني ايه؟ دانجيون ولا دانجيون؟ ممكن ايه بقى الناحيه التانيه؟ في حاجه. there is، هناك ايرث يساوي ثروه في الصندوق ذلك النبيل، ولكن هناك حيله فيه، شان يتعلق باضاءه الطريق. طيب ده يعني ده هنت كده عشان نحل الموضوع. طيب نستكشف هذا المكان. ايوه تعال. هيد شوت. فتحت اقفال. انا بس اتاكد، انا الشنطه بتاعتي فوت كبرتها عن كده يا جماعه، انا محتاجه يعني، انا كنت عامل سيف المره فاتت. ماشي، واضح ان السيف فيه مشكله في اللعبه هنا، يعني انا مسايف اخر مره على اني مكبر الحاوية بتاعتي، بس هي واضحة ما كبرتش. ايه اللي موجود هنا ده؟ سمعت ان هناك شيئا ما يدعى خنجر ظهور الموت في هذه القلعة. يبدو انها تحفة منذ العصور الوسطى، مغموسة بخلطة من السموم في جميع ارجاء القارة. يقال انها صنعت لقتل الشياطين والوحوش. يبدو انها مبهرة، ولكن لا احد يعلم مكانها. خنجر ظهور الموت ده هيفيدني جدا. ده مكان غريب في القلعة. اوه رايفل، لا يوجد مساحة كافية. بس خلاص كده انا كافي تمام. دي بقى نعينها. واو دي بتاعت تنفع كتير دي. ممكن اعملها تعيين اختصار، احطها بقى ايه تحت هنا، وبعدين ده معادل ارتداد. انا خلاص ده انا متهيألي حطيته اوريدي في تجهيز الجزء.
بس كده المفروض حط فيه. تمام يا جماعة، الحاجات دي انا متأكد ان انا عاملها من المرة اللي فاتت، يعني انا مش عارف هي ليه مش موجودة. يعني معاك كام طلقة؟ أربعة بس. ماشي، ادينا مسدس. مسدس ما هذا؟ هذه خفافيش متحولة برضو ولا ايه؟ المزيكا يا جماعة، ده الاليفيتور اللي هو متهيالي اللي هو كنت بحاول اطلع له من تحت وما كانش عايز يطلع تقريبا. ايوه. طيب حاجات، لا 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 لا، ابعد عني ابعد عني، خلينا ناخد دي بسلام واتكل على الله. ابعد عني. هو ده ممكن يشيل يرميني بره ولا ايه وضعه؟ دول مزعجين جدا. القلعة يا جماعة كبيرة جدا جدا جدا. اكسر عدل بقى، متقرفنيش. انا بحاول اوفر يعني بولتس على قد ما اقدر، هما كتير ولسه هقعد بقى اضربهم ويزولوني ويجوا يمين وشمال واضيع بولتس. انا مش عايز اعمل الكلام ده. بدو عني بدو عني، مفيش غير هنا. ايه ده؟ مش دي كسرتها انا؟ ماشي، ابعدوا عني بقى. اتخلعت خالص يعني، مفيش مجال للرجوع. قناع الغضب ده القناع الرابع يا جماعه. نطلع منين بقى؟ ما تمشي بقى يعني. طب انا عايز مكان اخرج منه، اخرج منين؟ ايوه انزل بقى. طيور متحوله ورخمه ويعني. اجري يا ايثان. وده مش نفس المكان اللي انا كنت فيه وانا متجه هنا؟ متهيألي راح نفس المكان، فضل لف وارجع تقريبا. من هنا ايوه. اطلع فين؟ ديد اند ولا ايه؟ يا ساتر، ده مطرح ما جيت خالص من الاول صح؟ بس انا لم اتم البحث في هذا المكان، يعني بحث المكان لسه ما خلص. طبعا فوق متهيألي خلص خلاص، اكتمل البحث، انما هنا لسه فيه. لسه فيه ايه بقى؟ ممكن يكون حاجات ما كسرتهاش مثلا. انا كده باصص على ال، لا خلاص انا مستغني عنهم بصراحة. انا عايز ارجع بسرعة عند الدوق. عايز اعرف دول بيعملوا ايه بالظبط. كده يا جماعة بقى، فاضل لنا الماسك الاخير. لغز الجرس حليناه، ولغز الكسر حليناه. الكسر والبليه. نرجع بقى ديمتريسكو تاني. طب ده بيقول انا لسه ما اكتشفش المكان ده. طيب
ايه اللي ممكن يكون فاضل هنا؟ اوكي، التقط ايه بقى؟ عشب اهو. كده خلاص، شفتوا بقى يعني لو في حاجة ما انا ما جبتهاش بيلون لي المكان ازرق. طب احنا دلوقتي نذهب الى المكان بتاع ماسكوف جوي. ماسكوف جوي ده كان موجود فين بقى يا جماعة؟ كان القاعة الأربعة؟ لا، كان موجود ماسكوف جوي، كان موجود مش في الفناء، هنا في القاعة الرئيسية، قاعة المدخل. أنا كنت جبتها منين؟ مش قاعة المدخل، كان بطلع فوق القاعة الرئيسية، بطلع الدور اللي فوق صح؟ بطلع الدور اللي فوق، غرفة الشراب. لا مش غرفة الشراب، غرفة بقى هنا اهي، غرفة المتعة، قاعة المتعة هي دي. انا اروح لها ازاي؟ ستريت ستريت ستريت. يلا بينا، هلا دي مترسكو في وشي يا اختي. يا اختي انا عارف، انا عارف وشي، انا عارف. تعالي انت مش بتيجي ورا ليه؟ ولا بتتأثر. ميزة برضه انها بتتحرك بالراحة يا جماعة، ميزة. ايه ده؟ ده المطبخ. هو المطبخ طلع فيه ناس امتى؟ دلوقتي احنا عندنا مكان بتاع فاضلي الماسك وفاضلي البيك لوك ده، ده فتحتوش، عايز افتحه بس انا خايف من الليدي ديمتريسكو بتطلع لي في كل حته بتعطردني. انا كل ما اجي احاول اطلع فوق او اروح في مكان فانا اشوف مكان مفتوح واجري فيه، لقيت الاوضه اللي فوق اهلا وسهلا، ما لقيتهاش هجري على تحت على طول الاول واعملها واشوف هقدر اوصل لفين. دلوقتي انا دلوقتي عندي المطبخ، هطلع لغرفه الطعام، شمال القاعه الرئيسيه، شمال قاعه الاربعه، يا اما اطلع فوق. انا هجرب اطلع فوق الاول. ماشي، شوف بقى. ايوه، قاعة الطعام، ديمتريسكو. يا رب تبيش فوق بقى، يا رب. ايوه، the entire bloodline of House Domitrask is done in by the likes of you. هتخش عليا هنا؟ انت مزوراني جدا على فكره. طيب ناخد قناع المتعه ده ونحط مكانه. بص الباب اتقفل يا جماعه بال، زي ما انتوا شايفين كده اتقفل بالبارز، بالستيل بارز، فانا هشتغلها بقى، احط مكانه ايه؟ العنصر ده فين؟ هذا جمجمة الحيوان، استعملها، نستعمل جمجمة. يلا اوكي، I should be able to get out with these. بس خلاص كده، انا كده معايا يا جماعه كل الاقنعه وخلاص، لقد حان وقت الخلاص. حاول بقى نهرب من ليدي متريسكو، بس الاول اروح بسرعه احاول افتح اللوك ده. انا مش عارف ليه الغرفه بتاعتي، الغرفه دي في كل حاجه لسه مش خلصانه فيها، متهيألي فتحت كل حاجه يعني، مفيش حاجه تانية اقدر افتحها. يمكن في بقى انا مش عارف، بس I don't care at the moment. انا كل اللي انا مركز فيه دلوقتي ان انا انزل تحت واروح عند قاعه الطعام، لا عند الدور اللي تحت، الطابق الاولاني، اروح هنا اخش افتح دي، وبعد كده بقى احط الماسكات او استخبى عند التاني، ما اعرفش بقى هعمل ايه دلوقتي. خلينا نشوف مع بعض اللي هيحصل. يلا اوعي تطلعي لي. ايوه يا اختي، انا نفسي انط، نفسي انط من فوق، نفسي. الطريقة التانية بقى، في هنا حاجة؟
خلاص 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 مش عايز مش عايز مش عايز. هنا الباب ده مقفول، انا اروح الناحية التانية من هنا، اروح من عند السجن بقى وخلاص. يعني ما هعمل ايه؟ طيب ماشي، عشان تزهقتيني بصراحة. غرفة الطعام والفناء والغرفة الرئيسية وقاعة الأربعة. يلا يا رب ما ملهاش تفوشي. ايوه دي كانت غرفة النوم، كان في بيك لوك هنا يا اختي. طب انت يعني انت مش عارفة اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ طب عدي بقى من هنا واطلعي. Thanks to your consistent patronage, I've expanded my services. ماشي، انا عايز اشوفك بس هتجيلي هنا ولا لا، عشان انت غالبا واقف هنا مش بتشوفيني. مفيش اوبشن كده اللي هو بيشوف من ورا الحيطان اكس راي ولا حاجه ممكن؟ لا انا مش عارف ازاي بقت هنا، يعني هي كانت بتلف في البهو بتاع القصر وبتطلع فوق وبتوصل لحد الصاله بره، ولا هي بتختفي من الحته اللي هي فيها وبتظهر في الحته اللي انا عندها؟ ما اعرفش. ها مزيكا. طيب انا هشتري حاجات، طيب عشان انا بس متزول منك. If it's just looking, window shop away. انا معايا فلوس عايز اصرفها. انا العين الزرقاء دي كانت معايا، وكان معايا انا عرفت بعدين انها بتتحط في الخاتم الفضي. تعال نحاول نحطهم الاول مع بعض كده. اصبر يا عم الحاج اصبر. هنكون نحطهم منين؟ من العناصر. ده دمج مع ده. اوكي دي ممكن تندمج مع حاجة، ممكن نفحصه. طيب يعني هو في اي ميزة طيب غير اللي هو يتباع مثلا؟ طيب نفتح المتجر. انا لميت حاجات هنا. شازية كريستالية، جزع كريستالي 5000، خاتمين زرق 12000. واو نبيعه. وبعد كده جمجمة قرمزية، فتح اقفال انا عايز اصلا، بس فتح اقفال انا عايز برضو مش هبيع. فده 27000 التوتال. طب انا قبل ما اعمل كده يا جماعة انا عايز اسايف الاول. سيف رقم 7. تعال shall I choose something for you. اديني شازية، جزء كريستالي، ختم انزلة، جمجمة قرمزية، فتاة اطفال عايزه، ده عايزه، ذخيرة عايزها طبعا، بضيط قنص عايزها، كل ده انا عايزه. انا موافق على الكلام دلوقتي. Splendid. Do you know its worth? طيب انا كده معايا مبلغ اول مرة اتحصل عليه. شوت جان محتاجة ممكن سرعة ريلود 4000. What? Ah, it's fine. All finished. طيب ده بقى ايه؟ القوة، المعدل، سرعة اعادة التلقيم، ساعة الذخيرة. بتهيألي الارقام دي، القوة طبعا دي مهمة جدا. Delighted to. و معدل اطلاق النار. اها اعاده التلقيم والذخيره هتكفوا برضو. اها اها
طيب دلوقتي بقى ممكن نشتري واحد من ده. An interesting selection. ده بيعمل ايه؟ زينات حساس، جزء مخصص لمدخلات 6 زيب، معدل اطلاق النار ده ب 8000 معيش طبعا فلوسه، ده ب 9000 معيش برضو، ما كلهم 1000 يا 1000 يا معلم. Unfortunately, you don't seem to have the funds for that. هو انا مش اشتريت الكلام ده؟ مش اشتريتها دي؟ انا اشتريت دي يا جماعه، انا كبرت الحيز بتاع ال... Securing goods is more ما علينا، هشتريها المره الجايه ان شاء الله. Anything. Till next we meet. ممكن نسايف بقى هنا برضو تاني. انا عملت ايه؟ انا عملت ايه بس؟ سجلت فوطه سايف على واحده جديده. ايوه كويس، دي لسه ماشيه من هنا، لسه ماشيه حالا. نفتح بقى الدرج ده، هنستعمل بقى ايه العنصر بتاعنا اللي احنا عايزين نستعمله. فين اللوك بيك؟ فتحت اقفال اهي. يلا نرجع تاني بقى بسرعة، نحط ال نحط الماسكات. اوعي من هنا، اوعي يا اختي ما تجيش ورايا هنا. انت اصلك مش عارف. مشيتي؟ اطلعي فوق بقى، اطلعي فوق. هي بتبص بس مش بتشوفني. تطلع السلم زي ما عملت المرة اللي فاتت بالظبط. انت راجعة تاني؟ انت حركتك يعني مستفزة. بسرعة بقى نحط مين ده؟ فاضل الوش. يلا نحط ده. الأربعة هم يا جماعة. أخيرا. أوف يا الله، أخيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتم بحمد الله يا جماعة مهمة الخلاص من القلعة. و أنا شايف إن أنا المفروض أسيف عند هذا الحد. أنا يعني أنا بشكركم يا جماعة على المشاهدة، وكانت مشاهدة ممتعة وكان فيديو ممتع بصراحة، وكان معاكم أحمد بقى بقد فرجني. وبعد ما نجحنا إن احنا نخرج من القلعة، فخلينا نوقف الفيديو عند هذا الحد. وطبعا أتمنى تكون حل الألغاز كان مفيد ليكم وساعدكم في إنك تعدوا الميشن، يكون مرجع ليكم حلو بعد كده تعدوا الميشن، تخرجوا زي من القلعة وتوصلوا لمرحلة الخلاص. وأشوفكم في فيديو جاي يا شباب، ومع السلامة.